كنت الله أعلم ما نصل طول الليل والنهار نمشي في الليل نمشي نروح على الكرية على الجبعة. رحنا من المغرب من بيت نتيف مشينا تحملني أمي مخدة زي هذه أكع فيها حاملين فراشنا معانا صدقيني وكعت فيها بيجي مرتين. وصلنا الجبعة من المغربيات طلعت الشمس وصلنا وإن الشمس طالعة في وجوهنا من المغرب للصبح توصلنا وإحنا مشي. قالوا يعني عشت الناس في الأول بقت في البلاد الكمح كمح زرا زرا زيتون زيتون الناس مكيفين كانوا ما مش زي اليوم. يعني اليوم في مصاري بس ما في على قلوب الناس لايك زي البلاد. البلاد لو بقى فيش مصاري بقى يعني اللي شيء طاس عليهم. يعني كانت لسه هناك كانت أرض كان شجرة معلوم الأرض يفلح وأحصد والزيتون ويعني بكانوا مكيفين مش زي اليوم كل شيء مشترى غير تشتري. أنا بقول لك عادت في البلاد أنا بقول لك في البلاد الحرب يعني راح من بلدنا كثير والله ولا 20 زلمة راح. طيب مثلا بعد ما هجروكم رجعتي جربتي تروحي على القرية؟ قعدنا فترة ما نروحش شايفة كيف؟ بعدين سمحوا للناس صرنا نروح بكنا نروح والله نلك الزعتر ونلك هذا بالمنادل نكرت الزعتر. طيب شو عملوا ببيوتكم اللي كانت هناك؟ شفتي شو صار فيها أول ما رحتي؟ والله لكنا هرجم ولا ضي الحجر ولا دمار البلد يعني زي اللتون البلد. ورحنا من نشوف الواحد مطرح داره وهذا كلها كله مدفون تحت الارض كله مدفون وما والله ما عرفنا غير يعني على الحارات الحار نقول هذه حارتنا هذه حارة الدعام هذه حارة البحر هذه. لما طلعنا احنا من البلد اخذنا فرشتين والحفين ومخدتين اللي ننام فيهن بس يعني بقيت الاشياء اللي لكم نهبوه كل شيء ظل. ابوي كان فاتح دكان راح في عنا بكينا مخابي زي ما تقول نحط التبن ونحط الكمح ونحط كل شيء فيه. راح ابوي دفن البضاعة في التبن بضاعة الدكان كان فاتح دكان اسمانا كله راح ما درينا عنه وين راح. يعني بعد ما تهجرتوا الزتون يا حبيبتي روحنا عالجبع راحن الزتونات اخذوهن تبعين الدير ودرسوهن اخذوهن الهم لليتامى. يوم من الأيام أبويا في بيت لحم وإنهم تلاقي هو الزلمة في بيت لحم هذا أول ما لجينا السابقوا ييجوا وفي لأبويا سيف بكى في البلد معلق في الباب واحد ميخذه وبيبيع فيه في السوق. خليش تضحكي من حد ما شاف عرفه كلهات هذا سيفي كديش بدك فيه رجع اشترى سيف اشترى مشترى الزتونات لاك أرتين في بيت لحم أجوا على بيت لحم كلها وين الزيتونات يا أرتين؟ كلا اسكت يا أبو سعيد والله موجود عند أخويا موجود لحد الآن هالحين كلا والله يا أبو سعيد الزيتونات إحنا أخذناهن ودرسناهن وطعمناهن يتامى سوين 24 تنكة كلا صحة وعافية على كلوبهم هاليتامى يروحوا لليتامى ولا يروحوا للعدو ولا يروحوا لليهود الحمد لله. ايش اشهر عيال كانت موجوده بديربان تتذكريها لما كنتوا بالقريه؟ اللي ضربوا هاد بكو ضربوا هاد بهذول بكو يعني مختار للبلد يعني هم البكو هذا. بعدين احنا من حمولتنا بكى حسن عبيد احنا الاخرين بكى هذول اكبر عيال اكبر عيال. بعدين احنا بكى مختار ان خرام الصفا درويش بكلوله من حمولتنا بكى هذولا كل حمولة بكى لها مثلا مختار وهالناس بكت والله مكيفة حصلت علينا والله بكنا مكيفين. طيب هلا احنا بنعرف انه احنا بشهر رمضان وايام رمضان كانت بالقرية غير. ايش كنتوا تعملوا برمضان خبريني؟ رمضان بكنا يعني اكل من ذبايح نذبح ذبايح نذبح مش زي اليوم هالصوصة دجاج
ذبايح بكنا نذبح، وبكنا نسوي زلابيه، وبكنا نسوي مطبك، وبكنا يعني الزيت طيش بك على العالم، مش زي اليوم. طيب ايش كنتوا تغنوا اغاني بالقريه زمان مثلا ايام رمضان؟ شو الاشياء اللي بتتذكريها؟ شو كنتوا؟ والله في رمضان والله ما بكنا نغني ولا حاجه، ما بكاش يغنوا الناس. طيب كيف كان العيد على وقتكم؟ ايش كنتوا تعملوا؟ كنتوا تروحوا مثلا تقعدوا بالساحه؟ كان في شجره معينه؟ ولا بك يروحوا في الساحه القهوه والشرشر، الناس يعني يروحوا على الساحه ويحتفلوا هناك العيد على بعضهم وش اسمه يعني. طيب ايش اشهر اكله بتنعمل بديربان؟ يعني اليوم احنا جينا افطرنا معاكم وعملتوا لنا المفتول، هذه اشهر اكله موجوده؟ المفتول والجريشه، هذا لا يعني ما كان احسن شيء عندنا في البلاد، العرس جريشه والمفتول ذا، هي ذا يعني ما اسبوع ينظم غير مفتول.